عادل حرار من المغرب، قسم علم الاجتماع والانثروبولوجيا. انا جد سعيد بتواجدي بمعهد الدوحه للدراسات العليا لاتمام مشواري الدراسي. هذا المعهد يتيح لي مجموعه من الفرص في البحث العلمي ومناهج البحث. عايز اطور كفاءاتي وذاتي على مستوى الانثروبولوجي والسوسيولوجي ان شاء الله، وكل ما يوجد بهذا المعهد الا لانه عبر التخصصات ومجموعه من التخصصات. وشكرا.